بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلفو برنامج الله سلا علم فضيلة سلا علم درجة سلا علماء أوش درجة لما يتمكر درج النبر أهنم بزاو لينو إن شاء الله علماء أوش فضائل لما يتمكر لن بإذن الله. وروي في الأثر: إنما مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء. علماء أوش من إلالو يا علماء أوش بمدر لاي مساليتشو بسماء اندالو كواكب توش ناتشو مساليتشو والو. إذا رآها الناس اقتدوا بها، سوتش بايواتشو غزي يمروا باتشو على نزين كواكب توش. أهون يا تكنولوجي سلالة كومباس من أم متانجي قدم بالو غزي بحر لاي راسو بمركب بسفينة غزو ميدرغو بكواكب تنبرة. لمن منازل يميبال نجرة لاقتا تشيم ياسايو كواكب توش سلالو كلهم سو علم يا وقال بالنسو نبر يميمروت. نا علماء أوش اندزانا تشوالو. وإذا عميت عليهم تحيروا، حتى ببحرم بايهون بيبسم لاي بسو نبر يدرو جزو ميدرغو مالتنا بسو يتمروا. انام انذا كواكب توچ كتدبقو باچو ويم كتفو باچو يواللو نبر من مدرك اندالباچو ياوقو نبر. سلازي علماء اوچ من دزا ناتشو يمدر كواكب توچ ناتشو بلوال امام احمد ناتشو ايهنن اثر يذغبوت مالتنا. قال الحسن تلقوا تابعي الحسن البصري منالو: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. علماء أوش بال نبرو نورو، علماء أوش مخلوق هلو يمروت بدين أنس أود الله بايا كربوت نورو لكن ركبت نبر ميهونو هزبو ما هفر سبو يلالو. حسن البصري ناتشو هنن يالو تمالتنا. وبتوقير العلماء تحفظ الشريعة. علماء أوشن بما كبر شريعة يتبقال سنة كبرات شو سنة دات شو شريعة ويتطبق على شريعة وما كبر شريعة وما تطبق أنا وسات شو وما كبر إنها موجودة مالتنا. وتنشر أحكامها أحكام وجه مسراجوت علماء أجن بما كبر بموجودنا. ويكثر سواد أهل السنة يا أهل السنة جماعة وجه من مباركوت علماء أجن سكبروا درجات شو ستوك إلا شو نو مالتنا. وتجتمع الأمة أمة من دزيه يسب السبال بعلماء أجن كفسر يسب السبال مالتنا. وتتألف كلمة المسلمين يا مسلمو كان دنتي برد تال مالتنا. وتذهب شوكة أهل الفجور يا تماما سوج كالله من قد يفنقت سوج ينسو هايلم يبتنا المالتنا يوجدان. ويأتمر العامة بكلمة العلماء ما برسبوه عوامو بعلماء أوش نققر بعلماء أوش مارينت بساتيو تلاسر السبا السبا المالتنا. ويفيء المسلمون لدينهم مسلموچ ወደ ዲናቸው ይመለሳሉ የዑለማዎች ቀድር ሲታወቅ ዑለማዎችን ቦታቸውን سنሰጣቸው سنከብራቸው عند نزول الفتن والامور المدلهمه አስቸጋሪ እና አስጨናቂ ነገሮች ሲመጡ በዲንም ሆነ በዱንያ ዑለማዎች ካሉ እነሱን ካከበርናቸው ቦታቸውን ካወቅን እነሱ ወደ الله አቀርቡን ይፈቱልናል ማለት ነው ችግራችን ولا خير في امه لا توقر علماءها علماء أوتشاتشو دي ما كبرو هزبوش منم خير إلا تشوم ما ترشاتشو آمرم تفاتن أمي هون والو يا علماء أوتش نكرنا. فالعلماء هم مرجع الأمة يا أمة ومن ملشانا تشو يا أمة ومرينا تشونا نسو كال تكبرو مقام تشون تفاتا تشو كال توكا خير أين ورات مياتش أمة لازم تدرك أمة مالتنا. وبإسقاطهم ينتصر المنافقون وأعداء الإسلام نسو كتالنا تشو كلا كبرنا تشو منافقوش يبرتو هيدالو مالتنا أي ملا تشو سلالة يبرتو هيدالو يسلم الناتلاتو تشو من دزو يبرتالو يتأنكرالو مالتنا. وبإقصائهم يعلو شأن أهل البدعة علماء أوتشن كان يلا يارك ناتشو بهير نكتر أهل البدعة أهل الأهواء ينسو شأن إيادك يقلبتي متال مالتنا. أهل البدع وتشن أهل الأهواء كأهل السنة والجماعة من قد يفنقطوا براساتهم من قد يمهدوا سوتش النسون
تو يميلواچو بدليل يمياغدولن علماءوچ نبرو علماءوچن گن كنسو يسمان كاراقناچو نا زك كادرغناچو انزي سوچ اقم ياگنيالو مالتنا. واذا رايت الرجل يغمز العلماء فلا ترجو فيه خيرا. عندن سو علماءوچن سيزلف علماءوچن سيانقواشش زك سيادرغ كايهو ايهي سو خير اندللو تردا كسو خير اتطبق قالو علماءوچ نگگر نو هي لمن الناس يالتكبرتون ما أني كبر لما كنياتهم يا أنبياء وشواريس وشسلهون مالتنا. واعلم أنه على شفا هلكة وسبيل بدعة يزيهاي نتسو اتفات رقوار لاي اتفات منقر لاي اندال ترى دالو علماء اوشن يمي زلفنا يمي انقواش يسو مالتنا. النام بدعة منقر لاي نيالو مالتنا ونجي من أهل السنة والجماعة كهنا علماء اوشن تراش اينكا مالتنا الناس سما يقول فهم. قال بعض السلف سلفوش من إلالو من تكلم في الأمراء ذهبت الدنيا ومن تكلم في العلماء ذهب دينه. مريوش لاي ملاسون ياسر الزمسو دنيا يبلا شبت علانو علماء وش لاي من دزيه علماء وش نمي زلف النسو لاي ملاسون يمي ياسر الزم النسو نمي أقول فسو دمو دينو يبلا شبت علانو دين اندلالو أوكالو. أبو حزم يمي بالو تعالي منالو صار الناس في زماننا يعيب الرجل من هو فوقه في العلم ليرى الناس أنه ليس به حاجة إليه. بنيا زمان ألو عند سو بعلم كبلاو يعلون سو بتقوى اللهم بمفرات كبلاو يعلون سو سيزلفو سيانورو سيسدبو تيالله ألو إيه لمن دنو كذاك سو من دم ما يفلق راسو لماس مسل راسو يتبقى على ماس مسل يميادرقون قرنه نا يعني نسو تتنقك أو إلالو. ولا يذاكر من هو مثله اندسو يالون دمو بسو درجة يالون بعلم بسو درجة يالون سو مذاكرة يهون ما يتأيقهم يهين ديثنو بلو يأماكرون بديننا بعلم قد داي مالتنا لمن راسون بقى كاني بلا إسو يلن بلو سلاس كمتا مالتنا يهين قدي بدروغ زيني هين نالو تاهم دمو وقتا چلاي يباسنا يمتا مالتنا. ويزهى على من هو دونه كبتا تشكال لسوش بلاي دمو يكرار رال نين نواكيو عالم نيني كل نقر نيقاني اللو يالا سيكرار را. فذهب العلم وهلك الناس يزهينة بحري وچ سولاي ستاي علماء بتلي علم اللي يميل سولاي هي ستاي علم توقع دالو مذاكرة كالتو هنا كالتا تأييك كالتا مكاكرة كبلا يالهم كالام مكاكرة كالتا يكا علمو يتفعل. وهلك الناس سوى كم تفهو إلى المن نقديه بلفهم بروغرام لما يتمكرا در قنال صحابو چو ينبرا چو نرس برس مكبا برس الناي. سعيد بن جبير يمي بالو تتابعي ناچو بتقام تالاق عالم ناچو السا چو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه تالاق صحابي علم ستايقو سعيد بن جبير نهيدونا تأيقو يالو ودسا چو يلكو نبر فتوى لمن دن يساتشون مكام سوون دياو كلاتشو درجاتشون دي تاوك لراساتشون دمو تواضع يعني كهولن بتاتشن يميل تواضع سلال لاتشو مالتنا يعني علمي زو صحابيناتشو يا سيدنا عمر بن الخطاب يهول التنيو خليفة يساتشو لجناتشو منم يمي قول لباتشو نقر إلا نقر قن ودى درسو تشاتشو ودى سعيد بن جبير هيدو النافت واساتشو قات أيكو يالو نبر يمي لكوت ورعاتشو مالتنا. عن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ وإذا طلع ربيعة قطع حديثه إجلالا لربيعة وإعظاما. عبيد الله بن عمر بزقبت حديث منالو يحيى بن سعيد القطان مبالوت تلاك عليم حديث يتناقروا نبيا عليه الصلاة والسلام حديث يستلالف بالو بسات فيسح علينا مثل اللؤلؤ لك عند انكو نبر بنيا لا يمزرقفو بنالو حديثو ربيعه مبالوت ربيعه الراي مبالوت يا امام مالك شيخ ناتشو اساتشو سيمطو الو زابوت على مسجد سيغبو قطع حديثه يعني حديث يقرطو نبر لساتشو تعظيمنا لساتشو كبر بلو مالتنا اجلالا لربيعه واعظاما ساتشو لما كبرنا لما لقسلو ياقوارتو تنبرا مالتنا قدي هي هنا كل نبر سلفوش ميكباب بروت مالتنا
ያውም እኮ ሁሉም ዑለማዎች ሆነው ሁሉም ታላላቆች ሆነው አንዱ ላንዱ የነበረው ክብር ልክ በኔ ደረጃ ነው ብሎ ሳይሆን ከዛ በላይ አድርጎ ነው የሚያቸው። አሁን ግን ያለንበት ሰዓት ሱብሃንአላሂ አልዓዚም በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። ዝም ብሎ አሊፍ ቢሉት ባ የማይል ሁሉ በየሚዲያው መሻይኾቻችንን ሲያንቋሽሽ እናያለን። ያ ሰው ደግሞ ሙናዘራ ለመሆን በሚያነሳቸው ነጥቦች እንኳን ለመነጋገር ወደ ህዝብ ወይም ህዝብ ወዳለበት ሚዲያ ወዳለበት ውጣ ቢሉት የማይወጣ ሰው ነው። በየጓዳው ተደብቆ ለጥቅሙ ሲል እንጀራው ስለሆነ መሻይኾቻችንን ያጎድፋል። እነዚህን ሰዎች ቢያንስ አቅማችን በፈቀደ ልናስቆማቸው ይገባል፣ ልንዋጋቸው ይገባል። ዲንን ነው እየተዋጉ ያሉት። ዑለማዎቻችንን ሲሳደቡ ሲያንቋሽሹ ዲንን ነው እየተዋጉ ያሉት እና እኛም በአቅማችን ለዑለማዎቻችን መከታ ልንሆን ይገባል። وجاء أن هشام بن عروة وهو أيضا من التابعين أهوى إلى يد أبي جعفر ليقبلها فمنعه وقال يا ابن عروة إنا نكرمك عنها. هشام بن عروة يمبالوت عروة بن الزبير لجناتشو تابعيناتشو ساتشو أبو جعفر يمبالون خليفة لزيروت انقدي خلفاء اوش بزان ساتي نبرو مريوش استداداريوش جاتشو السامن ሙባይዓም ሲደረግ እንደዛው ተደርጎ ስለሆነ እጁን ሊስሙት ጎንበስ ሲሉ ከለከላቸው። ከኔጅ የአንተ ክብር አለህ አላቸው። ለዕልም የነበራቸው ክብር። ይሄ ሰውዬ መሪ ነው፣ እንግዲህ አስተዳዳሪ ነው፣ ኸሊፋ ነው። ነገር ግን ለዑለማ የነበራቸው ክብር ከኔጅ የበለጠ የአንቱ ክብር ይበልጣልና በጭራሽ የኔን እጅ አትስሙም ብሎ ከለከላቸው ማለት ነው። እና እንደዚህ ነበር የሚከባበሩት የድሮዎቹ። وجاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كان يحيى بن سعيد الأنصاري يجالس ربيعة فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث. يحيى بن سعيد يمبالوت ربيعة الرأي قار يكمتو نبر ساتشو مجلس لي حديث بم يستلالف بات سات يكمتو نبر ربيعة كذابو تاسيرو كنا تنستو سيهدو يحيى بتام دمو ميامر حديث وين ميامر ዳዕዋ ያደርጉ ነበር፣ ሐዲስ ያስተላልፉ ነበር። እሳቸው ካሉ ግን ለረቢዓህ ነበር የሚለቁት ማለት ነው እንጂ እኔም ዓሊም ነኝ ብለው አይሽቀዳደሙም ነበረ። ወካነ ከሲረ ልሐዲሲ የሕያ በጣም የብዙ ሐዲስ ባለቤት ነበሩ። እንደዛ ከመሆኑ ጋር ግን ዑለማዎችን ያከብሩ ነበር። ረቢዓ አሉበት ቦታ ላይ እንኳ ሐዲስን ኢምላ አያደርጉም ነበር፣ አያስተላልፉም ነበር ማለት ነው። ወጃአ ዓን ልአዕመሽ كنت آتي مجاهدا فيقول لو كنت أطيق المشي لآتيتك. أعمش سيورو منالو ودا مجاهد سهيدالو لزيراتشو أني هون دا كمينو انجي مهيد مچل من كساك أسيم مچل بهو النورو أني نبركو نيو دانتو ممتا وانتو وداني ممتاتي اللباتشو منبر إلوات شوال سيكا بابرو هين ياكل نبرا. وبلغ الثورية وهو بمكة مقدم الأوزاعي فخرج حتى لقيه بذي طوى. إمام الأوزاعي ودى مكة لحج سمطو سفيان الثوري زاو نبرونا أوزاعي مطو بلو نقروت لسفيان الثوري ككتما واتو ذي طوى مبالبوتا أكباب لمادرق انقريه انهم تالاك إمام ناتشو تالاك مجتهد ناتشو نقرقن ሂደው አውዛዒይን ለመቀበል ከከተማ ውጭ ወጥተው ዚ ጥዋ የሚባል ቦታ ላይ ሂደው ተቀበሏቸው። እናም ኢማሙል አውዛዒ የተቀመጡባት ግመል ከሌሎች ግመል ጋር አስተሳስረው እየነዱ ነበረ። አብረዋቸው ያሉት ሰዎች ሱፊያኑ ሰውርይ ሂደው ፈቷት፣ ከግመሎቹ መካከል ኢማሙል አውዛዒን የያዘችውን የተሸከመችውን ግመል ፈቷትና ገመዷን ትካሻቸው ላይ እንደዚህ አድርገው እየሳቡ ሄዱ። እሳቸውን ኢክራም ለማድረግ ከሌሎች ግመሎች ጋር እንኳ ታስራና አብራ እንዳትመጣ ማለት ነው። ይሄ ለእሳቸው የነበራቸው ክብር ማለት ነው። እና እንደዚህ ነበረ ሲከባበሩ። ፈኢዛ መረ ቢጀማዓትን ቃለ አጠሪቀ ልሸይኽ ይላሉ። ህዝብ ሰብሰብ ወይም ህዝብ በዛ ባለበት ቦታ ላይ ሲደርሱ መንገድ ልቀቁ፣ መንገድ ክፈቱ፣ ታላቁ ሸይኽ መጡ እያሉ ሱፊያኑ ሰውሪ እንደዛ እያሉ ለአውዛዒ መንገድ ያስለቅቁ ነበረ። የግመሏን ገመድ መሳቢያዋን አንገታቸው ላይ አድርገው ማለት ነው። እንግዲህ የሰለፎች አህዋል ይሄ ነበረ። ሱብሃነላህ መከባበር ነበረ።
እና እኛም እነሱ ናቸው አርአያዎቻችን ዑለማዎቻችንን ማክበር ይገባናል ከጎናቸው መሆን ይገባናል እንዲሁም ደግሞ ዒልማቸውን መከሰብ አለብን መቅሰም አለብን ኢንሻአላሁ ተዓላ መቼም ሙሉ ሰዓታችንን ለዱንያ ብቻ ሰጥተን ጀህል ተሸክመን ኑረን በዚሁ መሞት የለብንም ለዱንያ ሙሉ ሰዓታችንን ሰጥተናል ለዲናችንም እንደዚሁ ሰዓት ሰጥተን ዑለማዎች ላይ በየመስጂዱ የገባን መቅራት አለብን ስንቀራ ግን ውሃ መቼም ውሃ ነው ተብሎ ሁሉም ሰው ከሁሉም ውሃ አይቀዳም ቆሻሻ ያለው ውሃ አለ አልቀት ያለው ነፍሳት ያለው ውሃ አለ ያ ነገር ውሃ ከመሆኑ ጋር ሲጠጡት ይጎዳል ስለዚህ ዒልምም ዝም ብሎ ዓሊም ነኝ ብሎ ጀለብያ ለብሶ ጺሙን አሳድጎ በተመሳስሎ ቁጭ ያለውን ሁሉ ዓሊም ነው ብለን ፈትዋ መጠየቅ ዒልም መቅራት የለብንም ዑለማዎቻችን ባመጡልን መስመር ብዙ ለፍቶ ዑለማዎች ላይ ቀርቶ ኢጃዛ ተደርጎለት ፍቃድ ተደርጎለት አህል ለሁ ከሆነ ሰው ወይም ደግሞ ብቁ ከሆነ ሰው ነው ዒልምን መውሰድ ያለብን እንጂ ዝም ብለን ከማንኛውም ሰው መውሰድ የለብንም ማለት ነው ويقول ابو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام ابو مصعب ميبالو تسو سياورو امام مالك بوقتاچو علم لمفلق كساچو حديث لما دامت ودساچو ود مسجد المدينه يميگباو سو برو لاي بتام گفي نبره بتام كبر گفي نبر يلا نا علم بوقتو قالوت علماءوچ علم موسد አለብን مكسب አለብን ማለት ነው عندهم امام احمد ان ترمذي بزغبوت حديث عباده بن الصامت كما يبال الصحابي يزو نبياتنا عليه الصلاه والسلام منالو ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه تعلقون يا لا كبره سو لتنشو يا لا زنه سونا يا عالم حق يا لا وك عالم يا لا كبره كني ايدلم بلوال حديثنا يا نبياتنا نغغر نو معناتنا توقير العلم والعلماء من اجلال الله علما ما كبر علماءوچن ما كبر اللهن اند ما كبر نو ميقوترو لمن يا اللهن منجر خادموچ ناتچو خادموچ ناتچو نا يا الله اندين يميخدمو ناتچو نا معناتنا ازيو اغراچن لا ياند قيسو الله ان شيخ قرقر يميبالوت ازي بكومبولچا زوريا ناتچو قديموچو شيخ بصيري يبالالو የነ ሼክ አማኒ የሼክ መሐመድ አማኒ አልግሲሪ ደረሳናቸው እሳቸው የተገኙበትን ሰበብ ሲናገሩ መሻይኾች አባታቸው በጣም ሷሊህ ሰው ነበሩ ቁርአን የሚቀሩ ደረሶች 3 ደረሶች መሽተውባቸው ከሐሪማ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ አሳድሩን ብለው አደሩ ለውሐቸው ላይ የተከተበው ኢና አዕጠይናከል ከውሰር የሚለው ሱራ ነው ሱረቱል ከውሰር ነው የተከተበው ጧት ወደ ቤታቸው ሊሄዱ ሲሉ ባለቤቱ ምን አሏቸው ያአላህ ከላም ቁርአን ቤቴ ገብቶማ ሳልደግስ ዝም ብዬ አልሸኘውም አልልክምና ዛሬ ደግሼ አከባቢውን ሰው ሰብስቤ አርጄ አስተናግጄ ነው የምትሄዱት ብለው ትንንሽ ህፃናት ደረሶች ናቸው አዋሏቸው በሪያቸውን አረዱ ይላሉ አከባቢውን ሰው ሰብስበው ድግስ ነው ይሄ ያአላህን ከላም ለማክበር ያደረጉት ድግስ ነው አሉ የዛን ቀን ዱዓ ተደረገላቸው ይሄን ያአላህን ከላም በማክበራቸው እነዛን ትንንሽ ደረሶች በማክበራቸው እንደዚህ አይነት ለዓለም መዳኒት የሆኑ ልጅ ተሰጡ አገኙ አላህ ሰጣቸው ማለት ነው እና ዑለማ ማክበር ጥቅሙ ለራሳችን ነው ማለት ነው ومن عقيدة اهل السنة والجماعة انهم يدينون الله سبحانه ويتقربون اليه باحترام العلماء الهدى اهل السنة والجماعة عقيدتهم مندنو علماءوچن احترام مدرك ماكبر مالك نبر معناتنا بتقارانيو دومو علماءوچن مانقواشش مسدب نزي نغروچ يخوارج مذهب ناتشو معناتنا انغدي اهون وقتاچنم لاي هاجراچنم لاي ايهنن سرا يميسرو سوچ يخوارج اتباعوچ ناتشو يخوارج تكتايوچ ناتشو انجي نزي تللق علماءوچ لفتو بزو دكمو دينو نزي هادرسولنن بيانس دكاماچون ماوق الله يجزاچو بلن دعاء ما درك سيگبان الناسون مسدب بتام مياسازن نغر نونا ሁላችንም ሊቆጨን ይገባል ይሄ ያአላህ ዲን ነው የተነካ ያለው ዑለማዎች ሲነኩ እሳቸው ሲሰደቡ ማለት ነውና የኸዋሪጆች مذهب ነው سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه ሶስተኛው ኸሊፋ
መጨረሻ ላይ በኸዋሪጆች ፊትና ነው ደማቸውን ያፈሰሷቸው ኸዋሪጆች ናቸው ቤታቸው በጣራ ላይ ገብተው ሲያናግሯቸው ከኔ ምንድነው የምትፈልጉት ሲሏቸው ካንተ ምን ፈልገው ወይ ራስህን ከኸሊፋነቱ ማግለል ያ ካልሆነ ደግሞ ደምህን ነው አሏቸው አሏቸውና ምን አድርጋችሁ ነው ሲሏቸው إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل كملوا تسوش مهون عن فلق يوم القيامة إنا مريو تشاتشنن إنا تلالاكو تشاتشنن سمتن من قد أساساتن كملوا تسوش مهون عن فلق سلزي ستات لايس لهون يالله أنت ويملكك اللبه ويمتفات اللبه الوجه لكفار يميوردون آيات يوردون آيات لمؤمنوش استعمالي يادرقو ياسرارو مؤمنوچن علماءوچن مشايخوچن يميسربوت يخوارجوچ مذهب نو ينزار زراجوچ اهونم مالو سلازي يانن لنتنقق بيان سراساچنن انكو متطبق قلبن بچفن تكتلن اندانطفا معناتنو ياغراچن مشايخوچ نحو لمقرات لمثالي مشايخوچ غاسي هيدو اساچو مذهباچو شافعي يهن اهون اني كقرهوباچو شيخوچ است اندنياو شافعي نو مذهباتشو ينحو شخاتشو دمو حنفي ناتشو الناس والات سياسقدواتشو يشخاتشو مذهب لمتبك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اي كرم فاتحة سي كرم مالتنا النام يشخاتشو مذهب تأبكو نبر صلاة لهم كوا مالتنا يراساتشو انتتو انه ناكل نبر سي كباب رسي واددو كسلفو تاقنينو هينو من نكتل الله ارغن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته